الرأس الثاني 11/7/2012. نحن الآن ضمن أحد الملاجئ في مدينة الرستان، وفيها بعض الأطفال مختبئين من جراء القصف. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش هو موجودين يا عمي بقلب ملجأ؟ من القذائف. تخاف من القذائف يا عمي؟ إيه. مين عم ضرب عليكم القذائف؟ بشار الأسد. مين عم؟ الله أكبر. بشار الأسد. هل تسمعون قذائف تسقط على المدينة ونحن في هذا الملجأ مع الأطفال الصغار؟ متوفر عندكم كل شيء يا عمي؟ لا لكن معنا لا أكل لا شرب لا مي لا خبز وكهرباء مقطوعة عنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. خايفين؟ إيه. شو خايف يا عمي؟ من القذائف. القذائف. طيب شو حابة انت؟ ها؟ شو حابة؟ حابة اعيش هيك مثل كأن طفلي. نعم. حابة ارجع لمدرستي. نعم. والعب برا بالشارع. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو ما ترونه، وجود هؤلاء الاطفال داخل هذا الملجأ الذي لا يمكن أن يعيش فيه أي شخص، ولكن الظروف حكمت هؤلاء الأطفال أن ينسوا طفولتهم ويعيشوا في هذا المكان. شو حاسي؟ ها؟ شو بحسي؟ تعب وخوف. هاي يعني أنت على طول بتضلي هالشكل أنت وإخواتك موجودين هون بالملجأ ها؟ إيه. في عندكم حدا متصور؟ في عندكم شهيد؟ إيه. مين؟ عم إبراهيم. شلون مات عمك ابراهيم؟ صدره طلقه وبراسه طلقه. صدره طلقه وبراسه. مين قوسه؟ مين اللي ضربه؟ بشار الاسد. جيش الاسد. مين قتله يا عمي؟ جيش الاسد. حسبي الله ونعم الوكيل. الرستان 11/7/2012. هذه معاناه الاطفال في مدينه الرستان، وجودهم في هذا المكان غير اللائق للسكن والاختباء. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما ترون بعد 7/2012 مدينة الرستان.